الو نعمل لا هي واد وخر لا وخر اسمحوا لي الو خويا انت ترتاحش مني الواحد هو اللي كيحصل تشك بالاسره ديالو وما ينساش لغة بلادو. انا ملي كنكون في فرنسا كيبقى عليا وقت باش نجي للمغرب. علاش؟ غير باش نتكلم بالعربيه. كنتوحشها لالا كنتوحشها. انا كنعرف واحد الزميله مشات مشات لمصر جلسات شهر رجعات ما كتهضر غير بالمصريه. راه شحال من وحده كيحسب ليها الا تكلمت بالدارجه المصريه غادي يقولوا عليها الناس قاريه. اسمح لي السي العربي. من الطريق؟ سيد عبد الحق تفضل يا سيدي مدخول. شفت امها؟ عيط عليا لوزير. لوزير؟ لوزير؟ ايه لوزير. لوزير كاع. ولوزير ايه لوزير شخصيا. سي با فغي. لوزير. لوزير ديال بصح. ولوزير ديال بصح، ايه لوزير قدو قداش. تكلم معايا في التليفون جيب قدو قداش. وتسع عليه هذاك التليفون. ايه. واش غادي نقول لك؟ راك ما بقيتي سويلة؟ ايه واش غادي ندير؟ علاش نحتفظ اخويا؟ راه ولا مصاحب غير مع دوك ودوك. وليتي واعر صافي. السلام عليكم. عبد الحق. جابك الله. الله يرضي على ولدي. دابا عاد لقيتي مع الوزير اتصل بيا قال لي دابا جي ودي وعيني سلعتكم. سلعتكم؟ ايه المناشير والملصقات اللي صابوا الحيط. اي اي اي. الله يرضي عليك ولدي عبد الحق. تجي دابا على جناح السرعة على المطبعة تجيب داك الشيء وتجي. هو خاص الحاج. شوف عبد الحق. الورا خاصكم تبداو الحملة. ايه وبغيتها الباك. صافي دابا كتفاصل. 100 درهم الراس. ايوا صافي بلا بدي عبد العاق. شوف غادي تجمعوا الناس وغادي تخبروهم باللي غدا ان شاء الله رانا غادي نمشي نخطب. هو خير عمس ان شاء الله تخطب. ايوا سيدي مبارك مسعود. وفين غتخطب بالسلامه؟ اخويا راه غادي يخطب الانتخابات ماشي راه مرشح للبرلمان. البرلمان اي الله يهديك الحاجه. راه قالتها لي اختي في التليفون. رانا سيدي فراسي كلشي فراسي باللي ترشحتي الحق بلا تا الحاج. نعم انا كنعرفك انت ما عندك علاقه بالسياسه. وعلى هادو كاع اللي مرشحين كلهم عندهم علاقه بالسياسه. العرب السياسه هنا بحال شي باطل كتكون جالس حتى كتنزل عليه. سول خصك سوريا راه هي تحكي لك على راجلها. هادشي هذا ما كاينش في الخارج. ليه والله الا ما كنت سياسي صحيح راه ضربتي فيها الضربه. العرب انا بعدا على الاقل رانا عندي الفلوس. اما شي مرشحين يا العياذ بالله قول ما شكاو لا سياسه لا فلوس. هذا التحربيق صافي. شنو العيال واش غتبقاو واقفين كتفرجوا فينا ولا؟ عندك الحق يا الحاج. عندي سوريا استاذه حليمه يلا تعاونوني شويه. الحاج الله يخليك. استاذه حليمه الله يرضي عليك قالت لي واليا شي بالشغاله تعافك رانا مكلفه بواحد المهمه خاصها تقوم ليا بها. واخا اري تفضل سيدتي. اما هي سيدي؟ الله يرضي عليك الاستاذه حليمه هذيك الخطبه اللي كلمتك بها الله يرضي على بنتي بغيتك تصلحي يديك شويه. كبري لي شويه الحروف وشكليهم الله يرضي على بنتي. حاضر سيدي حاضر ساكبرها لك تكبيره واشكلها لك تشكيله. الحاج هاد السيده عندكم هذه ماشي غير ظريفه خوارصه. العربي والفرنسي دخلت عليك بالله. والله ما يزيد ربي في الاسلام. المراه جامعه منعه اسم على مسمى سميتها حليمه الحلوه العربي. الحلوه وياه. شوف العربي ما كذبش عليك اخويا انت ماشي براني عليك. والله كون كانت ميته لي اختك حتى تزوج بها. خلاص الحاج من المزح. العربي وما كتولدش. ما كتولدش وياه امراه كلها فضل. داخلت عليك والله ما كتولدش. والله الحاج شتي هاد السيده عندكم راه متوفر فيها جميع الاوصاف اللي كنتمنى. قول لي نتوكل على الله. وشكون عطاها لي؟
كيفاش كون عطاها لك؟ ياك ما ناوي ديرها شريكة؟ لا لا لا، غير حيت هي مسكينة فايت فيها الزواج وما صدق ليهاش، حلفات عليه في مرة. ولكن إلا قلت لها غادي نصاوب لك الوراق ونديك معايا لفرنسا، غتغير نظرها، غتوافق؟ إيوا يمكن العربي، هي بعدا راها نية وكيبان في عينيها باللي زواني هي العربي. زواني؟ خلاص علاش؟ الله إلا شوقتيني. عرفتي اش غادي يجيك مليح؟ دابا غادي نمشي للخطبة من عند أختي ونضرب الحديد ما حد يدخل. أنا مزوج بك العربي، أنا مزوج بك أخويا، لا تشطنها ليا شي بالزواج الله يرضى عليك. لا تشطنها ليا شي، دابا راه خدامة معايا بالحملة الانتخابية. أنا كان وعدك وعد صادق، غير ندوز بها الحملة نعطيها لك. ما كاين بس. الحملة ماشي شي حاجة صعيبة، وقتها سهل. عرفتيني باش كيخصني ندير؟ أول حاجة هو كيخصني نرشمها بشي كادو محترم. الله يكرمك. سيدي عربي. بابا الا سمحتي عندي شي كلام بغيت نقوله لحبيبي. لي انا؟ اه ليك حبيبي. ايوا انا ويلي بابا ولا انت حشوم؟ هذا موضوع خاص. الحاج ايوا حشمو بثلث ساعه اخرى. واخا شوف انا غادي نمشي نخرج وملي تسالي وعيطوا لي صافي صافي تسالي وعيطوا لي صافي. خذي راحتك، اش باغي تقولي لحبيبي؟ حبيبي العربي. كيف كيجيك رشيد؟ رشيد؟ اه كيف كيجيني انا؟ اه رشيد راكي كتعرفيه اللي عطلاه هو هذاك، ياك ما خرج لك فيه شي ديفو. لا حبيبي، غير بنات صحاباتي كيقول لي غليظ عليك طبوزي. طبوزي؟ والله. ايوا هادي عندك خوار صافي. ساليتو؟ مازال. قولي لي. نعم. واش انت عاجبك؟ انا عاجبني، ولكن الدف اللي فيه حبيبي هو دغيا تيتقلق وتيق جوا قجاج. قجاج؟ اه. ايوا هذه عاده خطيره هذه. بالحق بالحق تنال. انا غادي نوصيه وغادي نطلبه باش يحيد منه هذه العاده هذه. ساليتو؟ ومازال. وحاجه اخرى. بابا كيقول لي بلي رشيد فمو واسع. فمو واسع؟ واحد هادي عندك زوينه. بابا كيبغي يقصد فمو واسع بلي فيه الهضره بزاف. وانت كيف كيبان لك؟ انا كيبان لي العكس. سانيتو؟ ومازال. واش ربيو نخلص ياه؟ واش ما شويه راك دعقتينا؟ انتظر شويه. واش اخوك؟ حبيبي عافاك حبيبي، الله يعطيك الستر. الا جات على خاطرك رغب لي بابا، رغب لي بابا باش يتنازل شويه بلا ما يجي رشيد ويزوقو يبوس الرجلين. بغينا حبيبي حتى حنا نشوفو مستقبلنا. باغي تفرحي براسك العفريته؟ ها علاش انتيني؟ واه ايوا كوني هانيه، انا غادي نختار شي وقيت وغادي نفتح باباك في هذا الموضوع. ساليتو؟ صافي اجي 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 يا بابا اجي. ايوا هاكا هي. ومالكم تعصبتوا؟ اش كنتو كديروا؟ اجي بعدا على من كنتو كتكلموا؟ وشغلك؟ مالك ولا فيك الفضول الحاج؟ انا عرفتكم على من كنتو كتكلموا. كنتو كتكلموا على رشيد. قالت لك باش ترغبني باش انا نعطيه الحانوت ياك. والله لا والله لا كانت والله عطيتو شي حانوت، ما انا شي حمق نعطيه بنتو ونزيد نحزرو بحانوت على شكون هو؟ انا مالي ضربني الله. ايوا صافي والله لا قند لي، والله لا خدا مني شي حانوت، الا بغى الحانوت يجي يرغبني ويزاوق فيا. ما تخافيش ضربي هذا الشيء كله لراسك. صافي صافي راسك. بابا الحاج من بعد غادي نفتحك في هذا الموضوع ان شاء الله. سيد الحاج المحترم. الاستاذة المحترمة الاستاذة. ها هو نص الخطاب مكتوب بحروف بارزة ومشكولة. الله يخطيك الاستاذة، الله يخطيك، تبارك الله تبارك الله على خطبة قداس تبارك الله. ما عندي ما يتسال، ما تشطرتيش معها الاستاذة. شوف انا في البيت ديالي الا سول فيا شي حد ولا عبد الحق ولا شي حد، انا في البيت ديالي كنراجع الخطبه ديالي. تفضل سيدي. اسمحوا لي حتى انا سانصرف، واش ما محتاجينيش بشي حاجه؟ لا غير شي كويس الميله جا على خاطرك يا بنتي. حاض بنتي ولا واسي العربي، راني علي 38 عام وكتقول لي بنتي. انا شحال كتلبسي في رجليك؟ تخوفنا فعلاش؟ غير سولتك. تحسبني الماء؟ مالو؟ هزني واه هزني الماء، مشيت صافي. واه ما جات
وخالي يا خالي ذنوبة يهديك الله. راني جيتي في الحلال، واش الزواج عيب؟ الناس تطحلي مدريسة ومخلقة الحق يا حبيبي. ماشي صغير عليك شوية؟ صغير عليا؟ والله تقول صغر مشاهد دابا تكبر ان شاء الله. المهم واش تقبل تزوج بيا؟ ويلي يا حبيبي فين غادي تلقى هاد الفن فين؟ قول لها حبيبي غادي تديها معاك؟ لا غادي نخليها للباك. شنو غادي تديها؟ خويا تبغي تخبطي الماء؟ ها؟ انا فين الاستاذة؟ الاستاذة؟ ويلي كما؟ لا 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 غير وصيتها على شي حاجة. ما كنتي مخشية انا نوضي تعاوني ديك البنت راه في الكوزينة بوحدها. ويلي نوضي شوما نوضي تعاوني هذيك البنت. حبيبي وما تنساليش باش حتى انا ما ننساكش. دونون 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 خوار صافي خوار صافي. وي رشيد وادخل. لا انا جايه. لا ماشي جايه دابا 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 اولي عاودي عرفتي عرفتي ديالك. اخاي راني وجدت لك البيت ديالك الا بغيتي ترتاح. اي والله الا بغيت ترتاح ما ينساكش. عرفتيني شنو بغيت بلا ما نقولها لك. الحاصل حتى انت يا اختي خوار صافي. العصير كلكم خوار صافي. واش شتي؟ شتي العجب اللي داير هذا الولد عندك؟ ولا كيجي حتى للباب ما كيبغيش يدخل. راك كتعرفي اختي شتي ملي كيكون الحاج هنا. قول لي بعدا مشى للمحامي. مشى لعندو. ايوا شنو قال له؟ القضية كبرات، الراجل دخل للسبيطار غادي يدير عملية على قرجوطو. عملية كاع؟ لا 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 لا، هذا غادي يقلب على سبيبو. اسكتي يا اختي أنا خايفة لا تكون هذه آخر قزة على ولدي رشيد. الله يحفظك. الو شكون؟ يا لالا شكون اللي بغاه؟ اختي اختي عفخيني بالحاج الله يعطيك الستر. الو معالي القايد اش خبارك يا سيدي؟ الله يستر خيرك. لا موجود لا ويمكن يكون غير سادو. قل لي يا سيدي اشنو عملتي لي بقضية الباسبور؟ يعطيك صحيحتك والكارني ديال الاستاذة حليمة؟ يعطيك صحيحتك. ما تقطعش يا سيدي هالحاج. ها هو ها هو. شكون الحاج؟ معالي القايد. الو احترامات العمل. الله يا ودي الله يا ودي. شوف سعد القايد الله يرضي عليك بغيت حتى تدوز هادشي ديال الانتخابات عاد بغيت تكتبها لي بشي وحدين عافاك. الو نعم غتجيو تغداو عندنا؟ اشكون نتوما؟ غير انت كتهضر بنحنو. ايوا سيدي مرحبا بك مرحبا بكم. ان شاء الله مرحبا سيدي. لا مرحبا الله يودي الله يودي الله يودي. نعم ايوا غادي نديرو داكشي اللي قسم الله. لا بدا خص تعرف ايوا كيقول واحد كيقول واحد المثل المغربي خاصك تقدم لك المريض ويفرط. نعم ايوا هو هذا هو هذا. كيفاش ايوا سيدي غادي اذا كان لا بدا غادي نبداو لكم اسيدي بالقوق ياك وغادي نتبعوا البيض مسلوق ايوا واللحم بالبرقوق ايوا ونزلو حتى الصندوق علاش لا. الله يا ودي الله يا ودي ايوا هو هذا سيدي. مرحبا احترامات العباس الى اللقاء ان شاء الله. سلامة. مرحبا سيدي مرحبا الله يهنيك سيدي. سلامة. سيد الحاج سيد الحاج سيد الحاج شنو عبد الحق شنو قلت لك؟ واش يمكن لي تتكلم؟ تكلم عبد الحق تكلم شنو كاين ياك لاباس؟ طبطب على كتافي الوزير. طبطب لك على كتاف الوزير؟ ايه اين وزير؟ الزعيم ديال الحيز ديالكم.
وفين لقيتي عبد الحق؟ فين لقيتي؟ فين لقيتي؟ في المطبعة. غير شافني قال لي واش انت وسي عبد الحق اللي كتشتغل مع الحاج الحبيب سليمو؟ قلت له انا ايه وكوك الحق انا عبد الحق. قال لي تبارك الله عليك وسلم لي على الحاج. تاخرت عليك هو والله عليك ما كذبت وكوك الحق انا عبد الحق. وشنو اخر عبد الحق شنو اخر؟ وقال لي دخلت عليك هو والله عليك ما كذبت وكوك الحق انا عبد الحق. الحاجة الاستاذة زينب اجيو 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 تسمعوا اجيو البرقوقي البرقوقي موتوا بالسم اجي سوقي البرقوقي البرقوقي موتوا بالسم اجي سوقي موتوا بالسم اجي سوقي البرقوقي البرقوقي موتوا بالسم اجي سوقي البرقوقي موتوا بالسم اجي سوقي البرقوقي البرقوقي موتوا بالسم اجي سوقي البرقوقي البرقوقي موتوا فين هو العربي؟ فين اجي العربي اش كاين اجي العربي اجي تسمع انت اللي مازال ناقصنا اجي سمعوني كلكم سمعوني مزيان الله يرضى عليكم رانا عندي واحد الخبر كيفرح اللي عجبو الحال فداك واللي ما عجبوش اي الحال يشرب البحر ما قلتو لي شنو هذا الخبر لك شنو معالي الوزير معالي الوزير طبطب لعبد الحق على كتافه والله عليكم ما كذبت هذا كتفي لك كان يدوي وكوك الحق انا عبد الحق اي طبطب له على كتافه وقال له سير قل لمعلمك الحاج الحبيب سميمو باللي الاسم ديالو راه هو في قائمه النواب الفائزين الحاج واش بصح هذه الكلام اللي كتقول الله يهديك الهبيله واش كاين شي وزير كيكذب لا حاشا اش غادي نقول لكم الحصول تاع هاد الانتخابات عندكم خواص صافي البرقوقي البرقوقي وتسمى شي صوتي البرقوقي البرقوقي بسم الله الرحمن الرحيم الحاج جمع رجليك بعدا جمع رجليك ووقف مستقيم مستقم وتعاود دير بحال اللي غادي تدخل كرشك وتخرج عينيك انا عايز الاستاذه والله الا لا عايز ما نكذبش عليك ما بقى عندي ركابي باش نوقف ما بقى قد ما فات الحاج كابر كوغاش كوغاش لا لا بزاف بزاف عليا هادشي هذا لا والله سيدي كون ما كنت عارف راسي ناجح يا حتى نسحب الله يهديك الحاج الله يهديك اش تنسحب انت عاد غادي تبدا وكتقول عييت يلا طيب سيدي سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم ايها الجمهور الكريم لا الحاج من فضلك الله يخليك الحاج واش انا تما كتب لك الجمهور لا الاستاذ هذا اللي كتبتها من عندي نو 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 ما تكتبش من عندك ما تزيد ما تنقص في داكشي اللي كتبت لك الاستاذه داكشي بالحرف كيخصك بالحرف الله يخليك الاستاذه سمحي لي انا عاد فكرت بصح عندك الحق هاد القضيه ديال الجمهور كيقولوها في السهرات عاد فكرتي ارجوك صافي الاستاذه شوفي ما تقلقيش صافي ما كاين مشكل عيدوها ما الحاجه اللي تقلقك ما كاين يلا بسم الله الرحمن الرحيم اخواتي العزيزات اخواني الاعزاء كلكم كتعرفوا الحاج الحبيب سميمو انا اليوم ترشحت باش نوب عليكم ونتكلم باسمكم وندافع لكم على حقكم انا ماشي عندي عصا موسى ولا خاتم سليمان اجي الاستاذ نعم اسيدي اش دنا نجبدوا كاع الانبياء فهاد الخير لابد سيد الحاج لابد لابد باش تبان انك على اطلاع بامور الدين والدنيا
خواص اويلي تبع كلام الاستاذه الا بغيت نجح تبع كلام الاستاذه هي عندك الحق الاستاذه بصح فين خليناها فعصات موسى لا السي العربي خليناها في خاتم سليمان لا سمحي لي الاستاذه عصات موسى لا راه في خاتم سليمان لا عصات موسى السي العربي شك ما بغيتيش تنازل على العصا ياك ما حتى انت مصحاب العنف ضد المراه هي عينك في الخاتم ايوا ايوا فرقوا عين هذا المجمع واش حنا دابا في الخطبه ولا في الخطوبه الحس ميمون الله يخليك علاش درتي داك الدور هكا كي وعاد جيتي لهنا ايوا الاستاذ راه خصني ندير دوره كبيره باش نخرج ديريكت في المنصه ما عنديش عصات موسى ولا خاتم سليمان باش نقول لكم غادي نلقى لكم حلول لمشاكل التعليم وازمه الدكاتره المعطلين والصحه وازمه الادويه وقله المستشفيات والشغل وازمه البطاله والسياحه وهروب السياح على بلادنا برافو والفلاحه ومشاكل العالم القروي برافو والملاحه وسوء استغلال المياه وما الى ذلك من المشاكل ديالنا الحزب ديالنا الحزب ديالنا بارك الله فيكم صاحب اللون البرقوقي غادي ناضل من اجل الاصلاح والتغيير انا لا طلعت لمجلس النواب راه ماشي الطمع الحمد لله حنا بشعورنا ما محتاجين خيوط الحاج الله يهديك اش هاد الكلام عندك الله يخليك الحاج اش هاد الكلام واش حنا جالسين في الحمام ولا شنو واش انا تما كتبالك الشعر والخيوط لا الاستاذ انا اللي جبت عندي انا اللي جبت عندي ما تزين ما تنقص الا باغي تنجح تبع كلام الاستاذ صافي انا نحيدو الشعر والخيوط ما نحيدوهم انا غير درت بغيت نزوق بها ساعه ما كتبتش اي صافي ارجوك سيدي الله يخليك داكشي اللي مكتوب تما بالحرف هو اللي تقول صافي القول ديالنا الله يرضى عليك لا تقلقش حنا دابا حنا دابا غير كنجربوا اللي صلحت غنخليوه اللي ما صلحتش غادي نضربوا عليها صافي انا درتها ما صدقاتش اي صافي صافي كمل صافي ولهذا أختي المواطنة أخي المواطن ولهذا أختي المواطنة أخي المواطن الحاج الله يهديك ركز ركز شوية أنا هي أختك المواطنة وهذا راه أخوك المواطن لا لا الأستاذ عاد بغيت نتشاور معك هذه بغيت نبدا نديرها بالعاني غادي نبدا نقول للمرأة أخي ونقول للراجل أختي عرفتي علاش؟ باش نأكد للناس بأنني ما كنفرقش ما بين المرأة والراجل بأنني أنا من أصحاب المساواة سمعتي ياك فهمتي؟ إيوا هو هذا ولهذا أختي المواطنة أخي المواطن أهيب بك أجل أستاذة هاد أهيب بك ما سبحان الله العظيم عظامي ما حملوها ما قبلوها بالعكس سيدي الحاج الله يهديك الله يهديك الحاج بالعكس أهيب بك تعبير سياسي مطروز دايزو الكلام أستاذة ها بونجور ديالك شكرا اويلي تبع كلام الاستاذ اويلي تبع كلام الاستاذ الا بغيت نجح معلوم باغي ننجح معلوم باغي ننجح ولهذا اختي المواطنه اخي المواطن اهيب بك ان تصوت على اللول البرقوقي لول الامان شعار الحزب ديالنا هو من اجل العمل والمال وخبز الحلال وراحه البال وضمان المستقبل لجميع الاجيال كن على بال نعم سيدي اسمحي لي
عندي واحد الملاحظة. تفضل. أما هي شفتك في هذه الكلمة ديالك عملتي الإشارة لمشاكل الجالية في الخارج. سي العربي شكرا شكرا جزيلا. شتي هذه نقطة مهمة مهمة جدا، يمكن لك أنت تضيفها. أنت في هذه الأمور غادي تكون أولى منا أولى سيد الحاج. الله يهديكم الله يهديكم. أش بينا وبين شي جالية في الخارج؟ الله يهديكم. هادو غير بعدو منهم راه قادين بشغالهم غير خليهم عليكم. وحنا ما تكفينا جايين مع المشاكل ديالنا نزيدو مشاكل الجالية؟ كيخصنا لابد نذكروا مشاكل الجالية في الخارج في هذه الكلمة. عرفتي علاش؟ لأن المرشحين الآخرين غادي يكونوا كلهم هملوا هذا الجانب هذا. فعلا السي العربي هذا الكلام اللي كتقول كله عندك فيه الصحة. الله يخليك. واش يمكن لك تملي على سيد الحاج هو يكتب؟ نملي عليه؟ تفضل سيد الحاج. الله يخليك اكتب. الله يرضي عليك الأستاذ. إلا ما كتبين نجي على وقفتك. لا بالعكس سيد الحاج، لا ما يمكنش، خصك تكتب انت باش تعرف تقرا خطك. السي العربي ارجوك فتيلو. الله يخليك. استاذ ونجي مولاد العقل واش دابا كتقولي له فتيلو وانا ما عندي شي ستيلو؟ ستيلو هاي بقات غير ستيلو. ها ستيلو تفضل السي العربي ستيلو. الله يخليك. يلا الحاج دابا سيدي. ويجب أن لا ننسى إخواننا في بلادي. شوية علي الله يرحمك. أزرق واش أنا تحرك أنا عندي الطيارة ولا ياه؟ واش أنا ما يلا مازال يلا يدي في جيبو ما كاش كتقول لي؟ طيب الحاج غير بشوية غير بشوية. دابا سيدي ويجيبو ألا ننسى إخواننا وانا في بلادي ننا في بلادي ننا دي في بلادي المهجر جر في بلادي سنحتهم من فكروا لهم في حلول مشاكلهم. نبعتوا لهم أساتذة ومرشدين وعلماء باش ولادهم ما ينحرفوش، باش ما ينسوش أصالتهم العربية وقيمهم الإسلامية ولغتهم القومية. اخويا مالا اخويا جدنا رجع عربية ولا قومية؟ مالا اخويا انا باغي نحرر فلسطين ولا باغي نرفع الحصار على العراق؟ مرحبا بك اخويا. هاد الهضرة كلها انا بالنسبة لي زايدة ناقصة. انا هاد الناس اللي كيفهموا بهاد الشيء ديال السياسة قالوا لي الحاج إلا بغيتي تدخل القبة طلق الحبة بالزربة. معاك على طول الخط. شاد الحاج الحبه والقباصه بابا. هادي الله يهديك. راه غير كنضحك راه غير كنضحك معاك. والله هذيك راه ما عندي لا حبه ولا الله يحفظني ولا والله. لا خلعتيني الحاج لا كيسحب لي بالصحيح. لا يعطيك ما يخلعك معنا فيها. لا يعطيك ما يخلعك. لا يعطيك ما يخلعك الاستاذ. المهم ملي كتضحك شي بس ما كاين انا سانصرف. فين غادي يا الاستاذه؟ فين غدا؟ عندي اجتماع مع الخادمات ديال الحي في اطار الحمله الانتخابيه باش حتى هما يصوتوا على اللون البرقوقي. ايوا كي جيت. لا خطيك الاستاذه. لا خطيك هذا الواجب. لا خطيك الاستاذه. تبارك الله عليك الله يرحم من قراك. يا رعر كيف جاتك هاد الغزاله هادي؟ خوار خوار. شوف العرس
انا كان وعدك وعد صادق، غير ان شاء الله ننجح ويتكتب اسمي في قائمه نواب الفائزين غادي نزوجها لك. ويلا ان شاء الله ما نجحتيش وما تكتبش اسمك في قائمه الناجحين، فالله ولا فالك شتي هذيك البلاصه والله واخا نعرف نشريها بالملايين. وعلاش عليك انت كاع هذا الشيء؟ غير ضد، غير ضد داك السي عبد العاطي اللي ما عرفش منين جاي كيتهامى باش ينافسني انايا، وانت غادي تشوف عوناتك. والله ان شاء الله ما يبرد لي الخاطر، يا حتى نكون جالس مع خوتي في البرلمان كنكحو كنكمعها هي دابا. هاني مشيت وادعي معايا. ايوا اش غادي نقول لك الاستاذه؟ الله يبيض سعدك ويحلي كلامك. شكرا سيدي الحاج. والاستاذه ما نكذبش عليك، راه اذا شاء الله التيسير ونجحت رانا غادي نتهلا. شوف الحاج، شوف الحاج، انا كنعاونك بلا طمع، الا كانت عندك مصداقيه راك غادي تنجح. سي العربي اتوتال اتوتال. العربي اش قالت لك؟ اش قالت لي؟ قالت لي كنحبك. كنحبك؟ كنحبك الفرنسية جتان. ما قالتها لي شي بالفرنسية. قالتها لي بالانجليزة. بالانجليزة هي I love you. ايوا راك ماشي سويله الحاجه. اسيدي ما قالت لي شيء. هاتو تالور هي اللقاء. صافي برتي تنيتي. شوف العربي، شوف انا كان وعدك وعد صادق والله ان شاء الله غير نجح فهي لك. اي والله علمي اللي راك غادي تنجح. ما كانت نيتك هي هادي. العربي قول لي ما غنمشيش يتصل بدوك الاصدقاء ديالك اللي في الخارج باش حتى هما يصوتوا على اللون البرقوقي؟ ولكن الاصدقاء ديالي اللي في الخارج كيخصني نتصل بهم من هنا باش عاد هما يتصلوا بالعائله ديالهم اللي ساكنين هنا. ما غاديش نمشي نتبقى على كل عائله في دارهم. ها هي هي سير اخويا، راه التليفون راه في المكتب ديالي وعيط على من ما بغيتي، انا عارف غتعيط. هي اول تخدمني في هذه الحمله. ما كاين مشكل. على راسك والناس، الناس كلهم مالهم عبد الحق؟ الناس كلهم كيهتفوا وكيغوتوا. باش كيهتفوا عبد الحق؟ باش كيهتفوا؟ بالبرقوقي غيعرفوني كنطلق الفلوس وهما يعوموا عليا بغاو يهشروني. الناس فرحانه عبد الحق؟ الناس فرحانه. ماشي غير فرحانه، غادي يرقصوا بالفرحه. واحد خينا مصحاب عبد العاطي بدا كينكر، هما يشدوا شي وحدين من خوه عطاوهم الخا، قالوا له على العقل البرقوقي كيعطيني 100 درهم الراس وانتم شنو عطيتونا؟ النبل عبروا على باباك. قول لي صافي عبد الحق دابا قررتوا 100 درهم للراس؟ اي 100 درهم للراس ما فيها شيء. وشحال وصلتوا دابا خاي من الراس؟ وصلنا دابا وصلنا ل 1000 راس. نعرس 1000 راس؟ 10 ديال المنيول؟ اي نيابوه نيابوه. سيد الحاج راه سلم عليك القايد، سلم عليك القايد والخليفه وحتى المقدم. وقال لك وجد ليهم الزرده. سيدي الزرده موجوده، غير ان شاء الله بحول الله مع قوتي ننجح. وراح عليك للزروج. ايوا سيدي الحاج انا هادشي اللي كدير ما عاجبنيش، تحمل مسؤوليتك من بعد. وكان حقا عبد الحق. ما تخافش عليا عبد الحق، ما تخافش عليا. شوف فلوس الخساره في الشكاره. ايوا شوية 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 شوية
سدينا والله لا لعينا بالحق الجيران كلهم غادي صوتوا على اللون الغرقوقي. زينب نعم عتقي مامك بكويس الماء وبارد عليه. زينب سير جيب امك تشرب بنتي الله يرضي عليك. جيب امك تشرب الله يرضي على بنتي. الحاج؟ نعم فين شا خويا؟ اخوك لالا راه مشى يتصل بشي اصدقاء ديالو في الخارج. عندهم العائلات ديالهم في هذه الجهه ديالنا باش حتى هما يصوتوا على اللون البرقوقي. سيدي الحاج اش غندير انا دابا؟ انت عبد الحق الله يرضى على ولدي غادي تمشي توجد السياره وتسناني في الكراج راني خلط عليك. واخا سيدي الحاج شكون فيهم العباس؟ ليركات عبد الحق صافي حنا تكلمنا تحرك غير ليركات. ليركات واخا سيدي الحاج ويلي استغفر الله العلي والعظيم ليركات لا هو حشومه ولي الحاج ولي الحاج شات بهديل الناس غادي يستقبلوك بورود. ها دي الكاتكات دي الكاتكات وما شتيش الحاجه الا استقبلوني بالحجاره. شوف اخويا غير ليركات الله يرحمك. ليركات الو احترامي العام تكون لالا هي الاول. نعم واخا انا ما نقطعش الحاج بعد الوزير. الو احتراماتي لعبد عم يودي نعم سيدي شحال نعمت؟ موجودين نعمت ما كان حتى مشكل. حالا نعمت حالا ما تقطعش نعمت؟ عتقولي 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 نعم سيدي. اسم النعمات حاملوه؟ شكون حاملوه نعمات؟ نعم؟ لا لا حاشا لله حاشا لله حاشا حالنا نعمات لا حاشا لله. نعم سيدي. الله يودي الله يودي الله يودي. نعم سيدي صافي نعمات صافي غير اطمئن لا لا يخطيك عليا لا ضيقتك عليا العمس لا لا غنصيفطو دابا مع المساعد ديالي العمس ديال نعم اسيدي لا ضيقتك عليا العمس صافي نطمئن العمس الله يطول عمرك العمس بارك الله فيك الى اللقاء العمس لا لا حاشا لله حاشا لله الله يودي هو هذا العمس الله يهنيك العمس. واش كان كيتكلم مع الوزير ديال بصاع على شنو يحسب لك يا اختي الحاج اش بغا سعادة الوزير؟ حاجة اتصل بيا معالي الوزير وقال لي الحاج الحبيب رانا عندي الشرف انني نطلبك ونرغبك باش تخلص الانطباعه في المناشير اللي صوبات للحيد. الله يخليك يا الحاج. تصوري يا الحاجه تصوري انا كنت مهم ماديا وصبحت مهم حتى معنويا. حمدك يا ربي حمدك يا ربي وشكرتك حتى طولتي لي العمر حتى ولاو الوزراء كيطلبوا مني المعاونه. الله يرضى على ولدي غادي نمشي دابا على جناح السرعه المطبعه وتعطي هذا الشكل لمدير المطبعه وغتقول له صيفطوا لكم الوزير البرقوقي. الوزير البرقوقي وصويتوا على البرقوقي واللي ما بغاش ماشي سوقي. صويتوا على البرقوقي واللي ما بغاش ماشي سوقي. يا هراج بلا بوق صويتوا على البرقوقي. بلا هراج بلا بوق صويتوا على البرقوقي. بلا شوا بلا كذب لون البرقوق هو المحبوب. بلا شوا بلا كذب لون البرقوق هو المحبوب. صويتوا على البرقوق تبقوا ديما فوق الفوق. صويتوا على البرقوق تبقوا ديما فوق الفوق. صويتوا على البرقوق تبقوا ديما فوق الفوق. صويتوا على البرقوق تبقوا ديما فوق. وعراج واش من عراج هذا؟ ايوا شنو؟ امطر العربي امطر صافي اتصلت بدوك الاصدقاء ديالك. صافي سيدي اتصلت بهم وهما غادي يتصلوا بالعائلات ديالهم الليله باش يصوتوا على اللون البرقوقي.
وعرفوني يا العربي عرفوني. ايوا هادو اللي هنا بلا شك يعرفوك، انما هادوك اللي في فرنسا هادوك ما كيعرفو غير الفرون. الفرون؟ اولي الفرون حتى هو مرشح. لا هذا ما مرشحش، هذا هو اللي كيحكم فرنسا كلها. تخلعت العربي، قل لي دابا كيخصني نفصل شي جلابه وسلهام جداد باش نحضر الافتتاح ياك. ايوا جلابه عندك خصك غير شي سليهين. لا 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 خصني جلابه وسلهام جداد ما عمري لبستهم مع شي مولاتي البلغان عام زيد تكون عابسه كتعيط بالزعف عليك الوقت. والشاشيه غادي نبدا بالشاشيه العربي، ما حدك غتجيني الشاشيه العربي. لا تجي معك، تجي معك تواتير. واجي بعدا وراه وصوني في الحزب قالوا لي خصك تواضع ما تبقاش تركب حدا عبد الحق الجنب الجنب، خصك ترجع للور. تواضع؟ اي تواضع، قالوا الشعب القدام وحنا اللور مسؤولين وجامدين. ايوا هادشي ماشي عائد الكماية. ويلي أستاذة وكتكمي. مرة مرة كندير شق طيب. أستاذة أنا عندي واحد البكية في الشنطة، أنا غادي نمشي نجيبها لك. ولي شكون شكون دار لك هاد الفضيعة هادي؟ شكون؟ والله يا بابا غير لما رشيتو في الحبس شكون؟ ومع ذلك سأستمر وسأعود إليهن لأقنعهن. لما اجتمعت بهن وخاطبت فيهن وفسرت لهن وأقنعتهن، لكن لما سلمت عليهن مودعتهن على أمل اللقاء بهن طلبن مني 100 درهم للواحدة، فرفضت طلبهن وقلت لهن إن رجعنا ما لقيتهاش. اشنو هي؟ البكية القرو اللي قلت لك. لا 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 ما بقيتش بغيت صافي. يا لطيف شجاع لا تكرفيصة الحاج. لا هادشي هذا كيخصو يوصل المخزن. لا لا لاش المخزن العربي؟ لاش المخزن؟ الحمد لله على الله ما وقع والو الحمد لله. اويلي يا بابا اويلي على ما وقع والو. ايوا لا يزيد كثر لا خص هاد الكشاده تدي هادشي تقيد بهم. بمن على تقيد بمن؟ بهادو هادو اللي تكرفصو عليهم تكرفيصة. وشنو غتقول لهم في المحضر؟ ها؟
غتقول لهم جمعت الخدامات ديال الحي باش ينتخبوا على الحاج الحبيب سميم مناد تقولي مالو تقدم الشكوى ديالها وماشي شي الا تطبقوا عليها وقلبوا لها حساسه في راسها وقالوا باللي هي بغات تعطيهم الرشوه وناضوهم ورفضوا الرشوه وما يدقوها هذه الله اعلم عندك فيها الحق انا حتى حرميه تنسات عليا بيني وبينها هذه شحال واش هي الحاج شي الحاج جبت علينا عرفتي راسك ناجح لا تسبتي لمراتك هنا في هذه الدقه وراه قالوا لي لا بدلك من الحمله على عيني الناس الحاج واه ماشي ديالك ماشي ديالك تذكر في الدسات حليمه كل شيء مكتوب وانتوما شحال لينا طحت علينا نوضوا الحبيبه ديالي نوضي تمشي للبيت ديالك ترتاحي فيه شويه نوضي قصوا عليك بغيت ليهم دقه دقه ان شاء الله ومع ذلك سأستمر